فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكحل عينيه، وهل هي من السنة؟ كان إيش؟ يكحل عينيه. يكحل؟ نعم. إيش؟ إيه نعم، الكحل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمت، فينبغي إذا تيسر أنه يكتحل المسلم، ولكن ما هو بكل ليلة، ليلة من وراء ليلة يغب بذلك. نعم.